روضة إنسية كل أخلاق مدلينة يجل بلجل سلاطة يجل أخلاق يوم أدس إن شاء الله لويج هذا مرة جزيرة بالي واحدة من أجمل الجزر في هنايا في إندونيسيا واللي معروفة بزاف بالي. كان الناس تعرف بالي وما تعرفش إندونيسيا. مرحبا بكم بلاصة جديدة والتاني. أنا اليوم في بالي، انا اليوم في بالي كما قلت لكم داك النهار في الفايس. راه بالي دابا فيها لوزيلات رخاص بزاف بزاف، و ولا شديتي لوطيل الا بغيتي باش ولا ارخص شد لوطيل مع الفول، يعني تشد الطياره ديالك بوكينغ الطياره في نفس الوقت بوكينغ لوطيل في واحد بعض البلاصات اللي يقصوا لك عاود ثاني واحد 10 ولا 15%. انا الشومره دابا فاش ساكن تقريبا واحد 130 درهم تقريبا ولا 140 درهم. المهم باش طلعت يعني لان دايرين ديسكونت وقطعت بالفول وداروا ديسكونت هون. اما العاديه راه تديها ب 250 درهم تقريبا، لان دابا راه ما كاينش توريست بزاف. شمره زوينه هي غادي نوريها لكم. هذه هي شمره كما العاده، هذا باش تدير القهوه جوج كيسان، لان ديما راه جوج الناس جوج قرعي تاع الماء. الحوايج ديالي هي يلا حيدي هذاك الميكا الصف ديما نغلفها قبل ما نمشي. التلفازة هنايا، الواي فاي بطبيعة الحال كاينة، البالكون البالكون مزيان، الفيو مزيان، منظر هو كيبان لكم برا. هاد لوطيل واخا رخيص لكن راه زوين وفيه بزاف ديال لي فاسيليتي. تقريبا فيه جوج ديال لابيسينات كما كتشوفوا، كاينين جوج ولكن المشكل فيه ما فيهش السنسور، يعني غطلع على رجليك. انا ساكن دابا في تروازيام ايطاج كنطلع على رجليا. هنا راه غادي تسمعوا الطيور، طيور تزقزق. هذا هو البيسين الثاني، ولا بيسين زوينين وماشي غارقين. يعني السلام عليكم، انا دابا في البحر الليل هذا وصلنا نشوفوا البحر. هنايا الجو سخون بزاف بزاف، بالي الجو ديالها سخون سخون. ملي وصلت انا مشيت للوطيل نعس ديريكت، ما خرجتش كاع، عاد خرجت دابا واحد شويه وصلت القهوه ونزلت لهنا باش نشرب ندور شي شويه. المهم حتى الغدا عاد غادي نمشي لشي بلاصه نشوفها، واحد المعبد وواحد الجامع وواحد الكنيسه، مجموعه من بعض البلاصه غادي نمشي لهم غدا ان شاء الله وغادي نشوف. هنا كل شيء ديال الحلوى، الحلوى وعصير هنايا بزاف تاع الريستورون كيديرو الحلو، يعني الماكلة تاع الخنزير. داكشي هذا الصعيب هنا تلقى الماكلة، يعني لأن هنا المنطقة تاع الهندوس. نخليكم مع هاد المناظر الطبيعية هنايا، أصلا بالي ديال البحر، شوية ديال الغروب هنا قريب من السكن.